كل شيء تحت السيطرة هنا في هذا المكان الذي اتحد أفراده كخلية واحدة لتحقق السرعة في استقبال الشكوى والاستجابة في التعامل مع الأزمات وإدارتها داخل تسلسل بشري كل حسب اختصاصه من ضباط متابعة في الدفاع المدني والسير لتعمل جنبا إلى جنب وذلك انسجاما مع التطورات في مجال تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. وظيفتي طبعا ضابط متابعة لأن وردنا بلاغ بجوز لاحظته قبل قليل وردنا بلاغ حادث سير وإصابات في منطقة الجاردنز وإحنا هون وظيفتنا متابعة فأنا الآن بتابع مع الوحدات المستجيبة من حيث تحريك الوقت وتحريك الوحدات وقت وصول الوحدات للموقع الحدث أيضا بتابعهم من حيث نقل الإصابات ووضع وحالة الإصابات وإلى أي مستشفى وأسماء الإصابات. نسر لاني مرجب نسر لاني مرجب جراتك شارع وصف التل أمام جبري بالتحديد حادث سير وإصابات. إذا وقع عندنا حادث إصابات مباشرة بنأكد على المندوب على الواسطة بنعطيه أهمية أكثر كونه في إصابات من أجل سرعة إجراء اللازم. المعلومات تردنا من الميدان أول بأول عن نظام الكاد الدورية اللي بالموقع تمرر الملحوظة لغرفة العمليات المختصة على دورها على نظام الكاد تنزلنا تفصيلات كاملة بخصوص أرقام المركبات وأسماء المصابين وحالتهم الصحية كذلك متابعة الإجراءات بعد ذلك عن طريق المركز الأمني اللي رفع المركبات وتسيير حركة سير المركبات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. عين ساهرة تعمل مع اختلاف الليل والنهار لتكون في مكان الحدث ومراقبة دائمة للمركبات في شوارع العاصمة لملاحقة المخالفين ومنع الضرر قبل وقوعه. ظاهرين خلفي تماما اللي هم اللي نقول هي بداية تولد البلاغ اللي بيستقبلوا المكالمات على الرقم 1911 الرقم اللي الآن موحد رقم طوارئ على مستوى المملكة كاملة بنشئ الحدث من قبلهم زي ما احنا شايفين بالمنصة اللي خلفهم تماما اللي احنا بنسميهم ضباط الإشراف على هذه المكالمات من بعدهم في اللي هم ضباط المتابعة اللي بتابعوا مع الوحدات المستجيبة من مديريات شرطة من دفاع مدني من إدارة سير بحيث هالبلاغات. طبعا احنا تقريبا بردنا باليوم ما يقارب بال20,000 مكالمة يتم التعامل معها كاملة يتم ادخال تقريبا 5,000 بلاغ باقي المكالمات بالاغلب بتكون هي مجرد استفسارات من المواطنين. عندنا هنا داخل المركز طبعا مندوبين على مجموعة من المدارس المختارة. طبعا الحقيبة المدرسية تحتوي على ايضا تجهيزات مدرسية ابراز للدور الحضاري والمميز لجهاز الأمن العام وكان لنا صحيح يعني شرف المشاركة في هذه الحملات ونتمنى أنه الحملات هاي أنها تتكرر ونوسع نطاقها لتصل إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين.